أستاذ مصطفى، في تلك الواقعة هل ترى بأن الأب تعرض لظلم بين؟ يعني نحن نتحدث عن أن هذا الأب هرب من جحيم الحرب في سوريا بحثا عن ملاذ آمن، ونحن نشهد بأنه السويد وعدد من الدول الأوروبية قد أحسنوا استقبال اللاجئين السوريين، ولكن مع الأسف الشديد تلك الواقعة سببت صدمة لكثيرين على السوشيال ميديا وكالوا هجوما حادا وقويا للدولة السويدية. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ طيب خليني اقول برضو، كنت حضرتك ذكرت في البداية ان احد جيران الاسرة السويدية ذهب الى المنزل، ثم بعد ذلك اتصلت بالجهات المختصة اذا كانت الشرطة او جهات الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك تم حرمان الاباء والاب والام من ابنائهم. ونحن لا نعلم، انا ما شفتش الملف عشان اشرح بطريقه مفصله اكتر ماذا رات هذه السيده داخل المنزل، وماذا دار وما الحديث اللي دار بينهما، ولا نعلم الخلفيات التي تمت خلف هذه الامور. دي نقطه مهمه جدا حتى نحدد ماذا رات الشرطه، هل تم اسئله الاطفال بطريقه مباشره وبطريقه حياديه ام لا. ولكن في النقطة دي يعني بالأخص وبالذات للاجئين اللي هم ذهبوا إلى الدول الغربية حديثا، لابد الدول الغربية أن تراعي أن هؤلاء الأشخاص يأتوا من دول بها حروب، وبالتالي هؤلاء الأشخاص لديهم الحق في التأهيل الاجتماعي ولديهم الحق في التأهيل النفسي بما مروا به من مشاكل ربما تكون قد أثرت على نفسيتهم أو أثرت عليهم صحيا. دي نقطة مهمة جدا، لابد ان الدول دي مثل السويد وألمانيا، نعم القانون واضح وصريح ولكن هناك استثناءات في مثل هذه الامور، لابد ان تكون الدولة السويدية، انا لا اعلم وما ارى من الملفات التي تم عرضها على السوشيال ميديا، اعتقد ان الدولة السويدية كان لديها تقصير حقيقي في هذه الملفات بمراعاة اولا الحياة الأسرية للآباء من الناحية النفسية والاجتماعية والتهيئ النفسي لمعايشة في مثل هذه الظروف الصعبة اللي بيمر بها في دولة مثل السويد أو ألمانيا.